بعد التمرير البرلماني العراقي لقانون الاقتراض المالي، مجلس الوزراء يسارع بإرسال الموازنة الاتحادية إلى البرلمان، وذلك بعد إجرائه التعديلات عليها بطلب من الأخير، في حين تشير التسريبات السياسية بأن موازنة العام الحالي قد تحتوي على أرقام كبيرة للنفقات السياسية الخاصة بالرئاسات الثلاث، ربما تقارب الأرقام التي كانت في الموازنات السابقة، لكن هذه المرة في ظروف مختلفة متمثلة بوجود أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد. أقول من الأمور التي تثقل كاهن الاقتصاد العراقي والموازنة النفقات والإفادات التي تصرف ولم تكن هناك تحقيق بها من قبل اللجنة المالية واللجنة القانونية، لم تكن هناك ضوابط لهذه النفقات. هذه النفقات كبيرة جدا للرئاسات الثلاثة، ونفقات خيالية وصلت إلى مبالغ مليارات الدولارات تصرف على أشياء هي ليس لها أهمية. تستمر القوى السياسية بهدر كبير للمال العام في العراق وبعدة مجالات، أحدها تتمثل بوفود الرئاسات الثلاث وسفرهم إلى خارج البلاد وما تسببه من هدر كبير للأموال قد يصل في بعض الأحيان إلى مبالغ ضخمة من شأنها تغيير الواقع الاقتصادي الذي تمر به الدولة، في حين يعيش المجتمع العراقي نوعا من التقشف وشح الأموال. أن طرح هذا الموضوع ينم عن الحقيقة، أقدر أعبر عن أنه لا مسؤولية تجاه المواطن العراقي وتجاه الوضع الحرج الذي يمر به العراق، فإدراج هكذا مواضيع وفي هذه الفترة الحرجة، والمفروض هو قانون للاقتراض، يعني قانون ليس كباقي القوانين التي تستطيع فيه إدخال الكثير من الموارد. يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه بعض الأطراف السياسية إلى تقديم مقترح للبرلمان لتخفيض رواتب الأجهزة الأمنية كافة لتكون متقاربة مع منتسبي الوزارات الأخرى بحسبهم. رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد حاليا، لم يخلو قانون الاقتراض المالي من وجود النفقات المرتفعة للرئاسات الثلاث، حقيقة أوضحتها الكتل السياسية من خلال تصويتها على هذا القانون. من بغداد، زيد علي، اليوم.